السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. كلنا بنعمل أعمال كتير جدا، سواء خير أو شر. كلنا هنعمل أعمال جاية سواء خير أو شر. النهاردة هنقول دعاء يقينا أعمال الخير اللي احنا عملناها هنزود فيها، ويقينا أعمال الشر إن احنا ما عملهاش تاني، وهندعي برضو ان ربنا يبارك في اعمالنا اللي جاية. تعالوا نقول الدعاء ونرجع مرة تانية ليكم. اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. دعاء بنستعيذ من ربنا من شر العمل اللي احنا عملناه، وبنسأل ربنا يا رب يزود في اعمال الخير بتاعتنا. اللي احنا عملناه خلاص عدى، ولكن بنستعيذ من شر اللي جاي. وانتوا شايفين دلوقتي احنا بزمن الميني ميني فتن، يعني مش الفتن بس، ده خلاص بقى الفتن بمراحل. عدى زمن الفتن ده، احنا زمن دلوقتي في زمن الكوارث، اغتصاب وقتل وتشريد وانتحار وي وي وي، ده كله ليه؟ احنا بنستعيذ من شر الاعمال سواء في الدنيا بحياتنا او لاطفالنا او لزوجتنا او لاي حد تعرفه. استعذ من شر العمل، واياك ان انت تقعد تعاير اللي قدامك بعمله. ابن القيم يقول لا تعايره احد بعمله، لان ممكن ربنا يعافيه ويبتديك انت. لو رايت احد يعني ياكل من القمام او ياكل مثلا لحم الخنزير وتقول له انت ازاي بتاكل لحم الخنزير وتعايره، ممكن ربنا يعافيك ويبتديك، يعافيه هو ويبتديك انت. فلازم تستعذ من شر عملك انت، ومالكش دعوه بالناس. للأسف دلوقتي كله، طالما دلوقتي في ناس من الأسف يعني بيصلوا الخمس فروض، بيصوموا شهر رمضان، بيحجوا، بيعتمروا، حسسين الناس كلها ان هم ال 11 المبشرين بالجنة، هم 10، هو بقى زود واحد بقى ال 11. ليه؟ عشان خاطر فاكر ان هو وبس، ما يعرفش ان لولا ستر ربنا علينا وعليه كان ممكن من ريحة المعصية يتفضح. وانا اولكم، ما نبقاش نتعالى على القوم ونبين ان احنا يا ما هنا يا ما هناك، واحنا في الاصل كلنا ذنوب. ولو الذنوب ليها ريحه والله لنفضل كلنا في الشارع نشم ببعض، ولكن من ستر ربنا علينا ان بيسترنا. فانت ما يكونش ربنا ستيرك او سترك وغيرك يقعد يعايرك. واحد مبتلى مثلا بالتدخين، تلاقي كل الناس اللي تعدي عليه يا عم شوف شوف مش عارف بيعمل ايه، يا اخي بطل القرف اللي بتشربه ده، بدل ما تقول له كلمه كويسه. طب ممكن يقول لك ايه؟ طالما قرف انت مالك، ويرد عليك رد، ويبقى انت عون للشيطان عليه. شر العمل، يا ريت لما نشوف شر العمل بتاعنا الاول ونصلحه نبقى نتكلم في شر عمل الناس. احنا بنستعيذ من الدعاء دوت من شر العمل، سواء العمل اللي احنا عملناه او العمل اللي احنا هنعمله. واياكم مشرور الاعمال، الاعمال بتاعتنا كلنا نفسنا تبقى صالحه، وانتوا عارفين ان يوم القيامه الميزان بالحسنات والسيئات. تعالوا نرجع نقول الدعاء ونرجع نختم معاكم. اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. عرفتوا قد ايه انه دعاء مهم جدا؟ بنستعيذ بربنا من شر اعمالنا اللي احنا عملناها ومن شر اعمالنا اللي احنا هنعملها. يا رب اصلح خاتمتنا وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا قول لا إله إلا الله عند الممات. خلص الكلام، أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.